للمزيد من التفاصيل عن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تنضم إلينا عبر الهاتف السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بيكي. يمكن مصر دائما حريصة الارتقاء بالدول الإفريقية والدول المجاورة خلال طبعا ان هي بتكون صوت مهم جدا في مختلف المحاور المحافل الدوليه، بالاضافه انه كمان بتقدم الكثير من اجل ان هي تحل الكثير من العقبات او المشاكل اللي بتواجه التنميه المستدامه في قارتنا الافريقيه. اهميه هذا المنتدى حضرتك شفتيه ازاي؟ شوفي يا ستي، المنتدى ده الثالث اللي بيعقد في اسوان بيشكل تجمع لمجموعة من المسؤولين الأفارقة لبحث قضية التنمية المستدامة والسلام في القارة الأفريقية. أهميته أنه بيجمع مواقف مختلف الدول للتوصل إلى توافق عام موجود في أفريقيا حول طبيعة التحديات اللي بنقابلها كلنا في هذا التوقيت بالذات، لأنه طبعا بالإضافة إلى أنه صحيح انعقاد هذا المنتدى يعني بيتم لمناقشة مختلف القضايا، فهو في هذه اللحظة بيتم لمناقشة التحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية حاليا طبعا في ظل الأوضاع القائمة اللي موجودة مع التطورات المختلفة اللي احنا بنواجهها في العالم. عندنا مشكلة كبيرة جدا بعد ما كانت بس مسألة كورونا ومواجهة صحيح. كورونا جاءت يعني المواجهات أو العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عشان تجدد أو تزيد من التحديات اللي بنواجهها في القارة الأفريقية. فقضايا الأمن النهاردة بقت مسألة مهمة جدا في القارة الأفريقية، الأمن فيما يتعلق الأمن الغذائي، مشاكل توفير الغذاء في أفريقيا، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والأمنية اللي بتواجهها القارة دول القارة مختلف. هذه القضايا طبعا بتمثل تحدي كبير لدول القارة اللي بتواجه مشاكل من قبل هذه التطورات الدولية اللي احنا بنواجهها الآن. احنا عندنا الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وبالأخص طبعا الاقتصادية، عندنا أزمة كورونا وتداعياتها، عندنا كمان التغيرات المناخية وأيضا هذه التداعيات. يمكن هذه عوامل أو ثلاث عوامل تحديدا أثرت على القارة الإفريقية بشكل كبير جدا. يمكن احنا الأكثر تأثرا والأقل تأثيرا في هذه القضايا، وبالتالي هنا حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا كمان، إنه أهمية إنه هذه الدول الكبرى المعنية بهذه المشكلات إنها تلتزم بتعهداتها أمام الدول الإفريقية التي تعاني بشكل كبير جدا. طبعا القارة الإفريقية من أكثر القارات العالم اللي بتواجه تحديات كبيرة جدا بالنسبة لقضية تغيير المناخ العالمي، لأنها دي مرتبطة بتغير المناخ وتأثيره على الزراعة والتصحر وقلة الموارد المائية في المنطقة في القارة كلها. هذه التحديات تضيف إلى المشاكل القائمة حاليا اللي احنا بنتكلم عليها، بتتطلب من دول الأفريقية أنها تكثل جهودها لتحديد مواقفها والاتفاق على موقف جماعي يخدم مصالحها ويعني يساعد في مواجهة هذه القضايا الملحة.
قضية تغيير المناخ بالنسبة لأفريقيا إحنا أكثر القارات المعرضة لتأثيرات تغيير المناخ، بالرغم من أن إحنا لسنا مسؤولين عن مثلا يعني النشاط الصناعي عندنا والزراعي ما هواش بيؤثر على مشكلة تغيير المناخ في العالم. إحنا دول بتعاني من الآثار اللي بتترتب على النشاط الاقتصادي في العالم المتقدم وتأثيره على قضية تغيير المناخ. ده بيتطلب مننا طبعا إن إحنا رؤيتنا يبقى فيها يعني تكاتف كامل لطرح احتياجاتنا ومطالبنا من دول العالم المتقدم لمواجهة مشكلة تغيير المناخ العالمي. وأعتقد المؤتمر بتاعنا في نوفمبر القادم كوب 27 يعني هو بيمثل، نتمنى أنه يصبح نقطة تحول قوية في كيفية إيجاد الحلول الفاعلة لمواجهة هذه المشكلة، لمساعدة الدول الأفريقية على التكيف مع مشاكل تغيير المناخ، لأنها طبعا دي كلها مرتبطة بالنشاط الصناعي والزراعي والاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي واستخدام الطاقة، يعني موارد الطاقة العالمية وتأثيرها. هذه قضايا بالنسبة للقارة الأفريقية أساسية جدا. وكان هناك توافق عام على المستوى الدولي أن يتم توفير الإمكانيات المالية للدول النامية لمواجهة تغيير المناخ. الالتزامات الدولية ما زالت أقل مما ينبغي لمساعدة الدول النامية على المواجهة الفاعلة لتغيير المناخ العالمي. أعتقد في المنتدى ده هيقرب ما بين وجهات النظر لتواجه إفريقيا العالم بموقف قوي فيما يتعلق بأساليب مواجهة تغيير المناخ وتكييف وكيفية الدول كيفية أن تواجه الدول الأفريقية هذه المشكلة الملحة اللي هي هترتبط طبعا. صحيح. ده غير طبعا الموضوعات الأخرى، مكافحة الإرهاب، الإتجار بالبشر، النازحين والهجرة غير الشرعية، كلها كانت من ضمن الملفات اللي تم التباحث حولها خلال هذا المنتدى. بشكر حضرتك سيادة السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك.